بالضبط مدينة الدار البيضاء، وكنتواجدو وسط المدينة القديمة. كيف كتبو معنا مشت الكرام في تراكس كتهدم المنازل أي للسقوط، وما كترحم حتى منزل. في هاد اللحظات تنطلق عملية الهدم. كانت عملية الهدم بالأمس كما كتشوفو معنا في المنازل أي للسقوط في محج الجيش الملكي، والمكان الذي يسمى بموحى أسعيد. المدينة القديمة هذه التراكس كتغيب، التراكس الثانية عايش داخل اي تحت منزل ما غادي يبقى، كلشي غادي يهبطوه منازل اي للسقوط. التعليمات صراحة المسؤولين من اجل اعادة تهيئة المدينة القديمة وهيكلة مدينة الدار البيضاء. ايضا بعض الاشخاص لعمليه جمع الحديد والبحث عن الحديد باش يبيعوه للكيلو، فالله يسهل عليهم. هادشي بالضبط راه منطقه معروفه، شارع الجيش الملكي او محج الجيش الملكي بالمدينه القديمه. تراكس خدامة كتريب أي حاجة خدامة، أي منزل أي سقوط تعليمات أنه خصو يريب فكتهبطو. عناصر الأمن حتى هما متواجدين يبعي المكان. وحتى عناصر الأمن حتى هما متواجدين هنا بعين المكان.